يا مساء السعادة، أخباركم إيه؟ لينا فترة طويلة قوي مصورناش فيديوهات. بنتي قاعدة جنبي بتقول لي يا ماما قولي لهم أنا خروج من قناة طلع حلوة، وأعمل إيه يا خديجة؟ فعلوا الجرس وإيه تاني؟ طب أنا مش عارفة، ومش عارفة هدوسوا لايك اللي هو لايك كده، أنا بعمل كده، وإيه قول اشتراك في القناة. أنا معرفش أقول الكلام ده، بس أنا عايزاكم تشتركوا يا جماعه. انا قناتي من 2018 مش شغاله، بس المشكله ان انا واخده سيت جامد، يعني انا كل ما بروح في مكان هنا في المكان اللي انا عايشه فيه مثلا، صاحبه قناه طلع حلوه، انت معاكي قناه على اليوتيوب يا جماعه، تدخلوا اشتركوا، حسسوني ان في تفاعل وحسسوني ان القناه شغاله، تمام؟ لكن للاسف هي مش فعلا مش شغاله، فاتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عمر ما بددش معاكم، يعني نحاول نستفيد من بعض حتى لو بكلمه. المهم يا معلم ندخل في الموضوع، هي ارزاق بتاعت ربنا، وطبعا قنوات اليوتيوب ده رزق بحت، يعني ما ينفعش احنا نتكلم فيه، فلو ربنا كاتب لي رزق هيجي لي، مش كاتب لي، بس انا عايزه يبقى في تفاعل، يعني بغض النظر عن الرزق انا عايزه احس ان انا ما بكلمش نفسي يا جماعه، يعني عايزه يبقى في تفاعل والناس تدخل تتفرج وتشوف، وقولوا وحش قولوا حلو قولوا اي حاجه، تمام؟ المهم علينا، انا حاسه ان التصوير مش مظبوط، اهم حاجه اللي بيبيونا دي يا جماعه تكون مظبوطه. حاسه التصوير غامق برده، قولوا لي عشان الاضاءه مش ظريفه، معني والله انا ايه ده نور الشقه كله، بس مش عارفه هو تقريبا العيب فيا انا مش في التليفون، عشان حتى في المطبخ نفس القصه، والله الاضاءه قويه. المهم النهارده خلينا ندخل في موضوعنا عشان ما نطولش، عشان احنا بنرغي كتير. خديجه بنتي بتضحكي يا خديجه. المهم النهارده هنتكلم بقى في موضوع سخيف بالنسبه لي انا، سخيف يعني حصل الفتره اللي فاتت كده معايا في كذا حاجه كده، هو اصلا موجود السخيفه دي موجوده من زمان، بس يعني ايه احنا بنتطور، احنا كل ماله بنتطور في الحاجات الوحشه. والله العظيم يعني معظمنا بيتطور في الحاجات السيئه للاسف، يعني بنتسارع احنا، مين ياخد فينا ذنوب اكتر؟ والله. المهم ما علينا، النهارده هنتكلم في حاجه حلوه قوي، تمام؟ هنتكلم في استقبال الصدمات بالنسبه من شخص لشخص، انا ممكن استقبل الصدمه دي ازاي وانت تستقبل الصدمه دي ازاي، ولازم لازم وربنا خلقنا اصلا مختلفين، مختلفين في الطباع في المشاعر في الاحاسيس في كل حاجه، ممكن يبقوا اتنين توأم مختلفين في كل وممكن يشبهوا بعض جدا على فكره، ومختلفين في كل حاجه. فالنهارده هنتكلم عن استقبال الصدمه نفسها من شخص لشخص اخر، تمام؟ هنتكلم النهارده مثلا عن الموت، مش هنتكلم او هنتكلم عن الموت والمرض، بس انا اكتر حاجه هتكلم عليها الموت، لان دي اكتر حاجه او اصعب حاجه ممكن تحصل للبني ادم، ان هي فعلا نقول عليها صدمه، صدمه قويه، تمام؟ فعايزين نعرف الناس اللي بتروح تتكلم في الجنازات وفي العزاء اللي هم ما بيروحوش يعزوا، دول بيروحوا يلغوا، انتوا بتحكموا على الناس دي ازاي؟ يعني يعني انت بتحكم من اي وجهه نظر؟ انت وجهه نظرك دي مقتنع بيها؟ انت مقتنع ان انت صح؟ انت مقتنع ان انت فعلا خلاص انت حكمت واصدرت يعني الكلام اللي انت بتقوله ده، يعني انت هتتحاسب عليه، تمام؟ بيقولوا كلام صعب جدا. عايز اقول لكم ان في ناس بتروح العزاء بتروح الجنازات عشان تعرف والله العظيم مين بيعيط ومين ما حزنش ومين دموعه دي نازله يا عيني ومتاثر جدا ومين متماسك ويعني ومين مش عارف، والله العظيم حرفيا في ناس بتروح عشان كده، تمام؟ انت هتفضلي تحكي انت قاعده دي بتضحك شو مشكلتك؟ المهم يا معلم، يا فعلا لما يبكى وهم يضحك، والله موقف يضحك فعلا، موقف سخيف يخلي الواحد يعيط. اكتر حاجه ممكن تحصل للبني ادم صعبه قوي الموت، هنتكلم استقباله بقى عامل ازاي. انا ممكن استقبل الموت ده، يعني انا مثلا بابا لما مات الله يرحمه، تمام؟ رغم ان ابويا ده عنده 70 سنه وكان مريض طريح الفراش وكان متعذب في مرضه، يعني انا اخواتي كانوا يقعدوا جنبي يقولوا لي والله انا مش عايز اعيط في الفيديو ده، يقولوا لي اطلبي الرحمه، اطلبي من ربنا انه يموت، هو متعذب انت ازاي بتقولي يا رب يعيش؟ بس انا مش قادره اطلب. ويوم ما قالوا لي البقاء لله اللي هو انا في حاله ذهول وفي حاله صدمه، اللي هو يعني انا عقلي ده انا رافضه الفكره اصلا، بس مع ذلك انا يعني بابايا ده لي سنتين متوفي، شهر 10 جاي ده كمل سنتين، انا حرفيا دموعي لمجرد ان انا بجيب سيرته بحس ان قلبي بيهزف، ودموعي دي ما بقدرش، انا ما بقدرش اتمالك وما بقدرش اتحكم فيها، كان اكتر حد انا يعني ما بقدرش اتمالك فعلا اعصابي او نفسي في موضوع ان انا اعيط عليه هو ابويا، بس انا مش بتمش يعني انا غصب عني انا بعيط، مش بمثل، وانا بعيط لوحدي على فكره، انا ممكن ابقى في المطبخ، ممكن ابقى على السرير، ممكن ابقى في بره، انا يعني مش لازم قدام الناس، يعني مش همثل مثلا، مش عشان في ناس بتفكر ان ده تمثيل واكشن وكده،
تمام. في ناس تفكيرها غريب، انا مستغربه الناس دي ازاي بتفكر ده. اذا ما هو انت لو مش كده، يعني انت لو مش كده شخصيتك كده اصلا، ان انت ممكن تمثل وممكن تتجسد شخصيه ان انت ممكن تعيط على حد وانت مش حزين عليه، انت اصلا كده، عشان كده انت بتحكم على الناس دي كده. تمام. المهم ما علينا، انا عايزه افهم الناس دي ماشي، اللي الناس اللي بتدخل الجنازات والعزاء وتقول لك ده متاثر قوي، ده انت ما تاثرتش، ده ما زعلتش على بتاع ابدا، ده ما زعلتش على ما ده، ما فيش دمعه نزلت. مين قال اللي بالدموع وبالعياط وبالهاهاها واللي منهنها ان احنا كده حزان؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وفي ناس فعلا حقا بتمثل، وفي ناس فعلا بتسبك الدور صح. مين قال الكلام ده؟ مين قال ان انا لما عيط ابقى حزينه ولما ما عيطش ابقى مش حزينه ومش امنه؟ لا، الوضع مختلف تماما. كل بني ادم مننا يا جماعه، ده كلام حتى لو مش علمي، ده كلام حاصل في الطبيعه. انا يعني عشته ماشي، وعشته مع ناس حواليا وناس قريبين مني وفاهمه شخصياتهم كويس جدا. انا دلوقتي ممكن استقبل استقبال الموت، انا اعيط وانهار واعصابي تتعب جدا، واللي هو يعني دماغي اذا إيه هو مات وبجد انا مش هشوفه تاني، حاجات كتير. ممكن شخص ويمكن يبقى توأمي جنبي تلاقيه نزل عليه الصدمه، اللي هو عامل كده بالظبط، مسهل ساكت، ما عندوش اي رد فعل، لا عارف يعيط ولا عارف يصرخ ولا عارف يتكلم ولا عارف يعمل اي حاجه غير ان هو صامت صمت رهيب، صمت رهيب لدرجه ان تستغرب من صمته. ايه ده؟ دي شده الصدمه. وممكن يحصل معاه موقف تاني تلاقيه بيعيط. احنا بشر مختلفين، في اختلاف فعلا فينا في كل حاجه. في انسان ممكن فعلا يستقبل الصدمه وهو بيعيط وفي كامل حزنه، وفي انسان يبقى صامت صمت رهيب. دي بترجع لشخصيته وتركيبته هو كبني ادم، هو ربنا خلقه ازاي. تمام. مش معنى كده انه مش حزين. انا لما كنت يوم عزاء ابويا، الناس قاعده حواليا وانا بعيد عدد يعني، ممكن حد يلومني في حاجه زي كده بس ربنا ما يوريها لكم. انا قاعده طبعا مش بعترض على امر الله، بس قاعده بعدت الساعات اللي هو فيها في القبر. ايه ده ليه ساعتين؟ ده ليه ثلاثه؟ يا حبيبي ايه ده؟ وجسمي كش. ايه ده ايه ده؟ هو طب انا بعد الساعات دي ازاي؟ ايه الهبل دي؟ طب ما انا كده كده مش هشوفه تاني. حوارات كبيره كده واحاسيس ملخبطه جدا. واللي حواليا معظمهم قريبين قوي من بابا ما كانواش بيعيطوا، معنى كده ان هم مش ما عندهمش حزن، مش متاثرين بالشخص ده. لا على فكره ممكن يكونوا متاثرين اكتر مني، بس انا تعبيري عن حزني بالعياط. انا واحده من الناس كده. وعلى فكره في ناس غاليه قوي توفت بعد بابا انا ما عرفتش اعيط عليهم، مع اني قلبي نزف عليهم. متخيلين؟ قلبي نزف عليهم ومع ذلك، وناس قبل بابا قلبي نزف عليهم لكن ما عرفتش اعيط عليهم. انا ما اقدرش احكم على نفسي او احكم على الاخرين. اللي بيعيط ده حزين فعلا، واللي ما بيعيطش ده مش حزين. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ليه بنحكم على الناس دي بالطريقه دي؟ ليه بنضايق اللي حوالينا؟ ليه بنعيش مشاعر او يعني ليه بنظلم الناس دي؟ او ليه احنا بنقعد يعني نقعد مع نفسنا كده، اللي هو اقعد اجسد جوايا كده ايه ده مشاعره، واقعد افلم لنفسي والله العظيم، واقعد اقول البني ادم ده مش عارف، لا 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 ده مش عارف. طب ليه انت بتحكم بنا يا عم؟ ما تروح تمسيه، حاول يعني. في ناس معلش مريضه والله العظيم، في ناس مريضه فعلا بحس انها عايزه تتعالج من ناحيه الموضوع ده، ان هي طول الوقت بتحكم على الناس اللي هي ظاهريا. انا عيطت يبقى انا حزينه، ما عيطتش يبقى انا مش حزينه. هنقول حاجه في استقبال المرض، ما هو بعد الموت في مرض ماشي، بعد الموت في مرض اللي هو يعني اكبر صدمه ممكن تحصل للبني ادم اللي هو المرض. الاقل شويه او الاثنين قريبين من بعض قوي ماشي، المرض. ممكن انسان لا قدر الله يصاب بمرض زي مثلا الكانسر، او مرض خطير يعني زي مثلا فشل مثلا في الكلى، مثلا فشل في الكبد، حاجات كده. تمام. يعني حاجات قويه جدا اللي هي بنهايه بمعنى اصح ماشي. انا دلوقتي لما اجي لا قدر الله حد يقول لي انت اصبتي، يعني مثلا انا مستنيه نتيجه تحليل معين ولا قدر الله ربنا يعفو عنا جميعا، والدكتور مثلا اتصل بيا قال لي، او المعمل اتصل بيا قال لي انت اصبتي مثلا لا قدر الله، اللهم احفظنا في نشر البلاوي، بكانسر او بمرض خطير بكذا. تمام. انا ممكن اخد الكلام بتاع الدكتور وابقى برده عامله كده ساكته، عندي صمت رهيب اللي هو صدمه، مش قادره اتكلم، مش قادره انطق، عقلي ودماغي وكل حاجه فيا مش قادره تستوعب الكلام اللي اتقال، مش قادره اصدق ان هو ده حقيقه ولا مش حقيقه. طب انا هتعايش معاه ولا مش هتعايش معاه؟
على فكره معظم الكلام اللي انا بقوله كلام علمي يعني، بس انا مش دعوه بالعلم عشان انا مش قاري عن الموضوع ده، تمام؟ فاحنا هنتكلم عن اللي بيحصل للبني ادمين. وبرده في نفس اللحظه ممكن نفس الشخص يسمع نفس الخبر وتلاقيه ينهار ويعيط ويصوت ويتصل باللي حواليه وانا تعبان ومتاثر ويعمل هالليل عشان اصاب بمرض. معنى كده انه انسان هايف وتافه، ولا التاني ده ما عندوش احساس؟ هو اكتر حاجه معلش يعني سيبك من الموت ماشي، المرض انا لا قدر الله لما اعرف ان انا مريضه، ودي مش يعني تعتبر معلش يعني هو ابتلاء الحمد لله، بس دي كارثه، دي صدمه. معنى ان انا ما عيطش وان انا اسكت يبقى دي انا كده مش زعلانه على نفسي؟ لا، انا مقهور على نفسي، انا تعبان. انا واحده من الناس عندي فوبيا من المرض، عندي فوبيا غير طبيعيه من المرض، لمجرد ان حد يقول لي انا عندي صداع خلاص، والله العظيم حرفيا كلنا عندنا فوبيا من حاجه معينه. في ناس عندها من المرتفعات، في ناس عندها من الطياره، في ناس عندها من البحر، في ناس عندها من الاسانسير، في ناس مش عارفه من سلم الكهرباء، في ناس عندها فوبيا من حاجات كتير جدا. انا عندي فوبيا من المرض، انا لمجرد ان انا اسمع حد عنده مغص او عنده صداع، شوفوا انا ببسطها لكم ازاي، مغص صداع نزل برد، يا انا ممكن اتعب نفسيا لابعد حد وارقد في السرير هو الشخص ده يخف وانا امرض. انتوا متخيلين؟ حتى انا في نفسي لما بمرض او بتعب معنى كده ان انا ايماني ضعيف؟ لا، ملهاش علاقه بالايمان خالص على فكره، ملهاش علاقه بالايمان خالص. اللي ليه علاقه بالايمان انا رضيت ولا رفضت، انا قلت الحمد لله ولا قلت اشمعنى يا رب، ولا انت ليه بلتني يا رب بالابتلاء ده. في فرق كبير جدا، وفي فرق اني انا مش قادره استوعب ان انا فعلا حد مريض، او مش قادره استوعب ان دماغي مش قادره تستقبل ده. ده عادي جدا وارد جدا مع كل الناس ومع كل البشر. ومعنى كده انا حزين على نفسي بس مش قادر اعبر، انا في حاله صدمه لدرجه اني انا مش قادر اعبر. انا حصل معايا موقف من كام يوم يعني لا يتعدى تقريبا 20-30 يوم، اقل من 30 يوم تقريبا اسبوعين او داخلين في الاسبوع الثالث اهو. مثلا في واحده عزيزه عليا قوي توفت، اخت مرات بابا، انا حزنت عليها حزن غير طبيعي، وحزين عليها من قبل ما تدخل المستشفى. يعني هي بالظبط قعدت في العنايه المركزه 33 يوم. ال33 يوم دي لدرجه بقيت ادعي في صلاه الفجر واقول يا رب راضيني شوفوا انا كنت بطلب من ربنا ايه، اقول يا رب راضيني بخروج فاطمه دي من العنايه واللي ترجع لبيتها، وهي 39 سنه عيله وتعرضت لحادث غريب يعني، ومش غريب يعني هو قدرها، ماشي في الشارع وقعت كده اتكفت على وشها اتخبطت جالها نزيف داخلي في الكبد. الدكتور قال دي خبطت موت، قعدت 33 يوم كانت فايقه جدا وخلاص هي هتخرج، وبعد كده حالتها تطورت جدا فجاه قبل ما تخرج، وفي الاخر دخلت على المركزه وفي الاخر توفت. انا لما جالي خبر وفاتها انا ارتبكت جدا، عيطت عياط هستيري، تعبت جدا، ومع ذلك في ناس قريبين منها جدا جدا ما عيطوش. معنى كده ان هم مش حزنها هم حزنوا مخورين اكتر مني، لانهم اقرب ليها مني. انا زعلانه على العشره وحزينه ان هي كانت انسانه طيبه، كانت انسانه كويسه جدا، وزعلت قوي قوي اني شايفه ان كل الطيبين والحلوين والنضاف والانقياء والشرفاء هم اللي بيتوفوا، والعكس هو اللي دي حاجات دي حكمه بتاعت ربنا ما لناش دي فيها، بس ده بيزعل، ده بيحزن، ده بيقهر، لما تحس ان الناس اللي حواليك كلهم بيروحوا وما بيبقاش معاك غير الناس اللي هي المظريفه اللي هي انت مش مرتاح لها اصلا، مش مرتاح في عيشتهم. تمام. انا شفت في العزاء ده مهازل، معلش انا فاطمه دي كنت بحبها جدا وبعزها جدا وبقدرها قوي 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 قوي، حزينه عليها وبشوفها كل يوم في المنام، بدعي لها، عملنا لها خدمه قرانيه العيله بتاعتي، والحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يتقبل ونعملها كمان صدقه جاريه باذن الله. بس سبحان الله، سبحان الله على كم السخافه والكلام اللي انا سمعته. ايه ده انت خلود متاثره اكتر مش عارفه من فلانه، او بصمم كده واسكت، ايه خلود انت مش عارفه اللي هم في حاله، انا مش عارفه ارد عليهم اقول لهم ايه، عايزه اقول لهم اسكتوا اخرسوا، وانتوا ايه اللي عرفكم اصلا، انتوا دخلتوا جواها عرفتوا ايه؟ ده من شده الصدمه فلانه دي مش عارفه تعيط، في من شده الوهل اللي هم دماغها فعلا مش قادره تستوعب ان ده حقيقي فعلا حصل. يعني انا مرات ابويا قاعده جنبي اللي هو انا حاسه ان هي تايهه اللي هو فعلا حصل ده ولا لا. بس انا يعني هي ومرات ابويا
هما اخوات وهما اصلا اخواتها مترابطين وكويسين جدا مع بعض، بس دي كانت اكتر حد قريب منها قوي 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 قوي، وهي كانت فعلا طيبه قوي قوي وغلبانه قوي وخدومه جدا، عمري ما طلبت منها حاجه قالت لي لا او حسيت ان انا تقيل عليها ولا الكلام ده كله. هي مش زعلانه عليها ولا فلانه مش زعلانه عليها ولا فلان، لا ناس كتير قوي مقهورين عليها، بس مش لازم اقعد اعبر ان انا مرات ابويا كنت حاسه ان هي تايهه لغايه دلوقتي تايهه، اللي هو مش هو فعلا حصل عيطت وزعلت او الكلام ده كله وكله زعل، بس في معيطوش معنى كده ان هما مش حزنه، لا قلبهم بينزف تعبانين نفسيا، وفي بيروح والله في ناس تعبت راحت للدكاتره بعدها، مرات ابويا دي تعبت خالص بعديها وراحت للدكتور، معنى كده ان انا لازم اقعد طول النهار اقعد اعيط واصوت واشد في شعري واعمل الحاجات اللي هما بيعملوها وعشان خاطر مش عارف ايه. انا فاكره ابويا انا انا قالوا لي وهو خارج انا صوت، والله انا ما ادركه ولغايه دلوقتي انا مش فاكره اللحظه دي، انا فاكره ان انا عيطت عيط هستيري وان انا اصلا مذهوله وما عنديش دماغي مش واصله ان ده فعلا حصل، بس مع ذلك انا مش فاكره انا مش فاكره خالص ان انا صوت، بس هم قالوا لي وحلفوا ان هم ان انا صوت، بس انا فعلا ما كنتش حاسه بنفسي. ومات بعد كده كذا شخص غالي جدا 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 عليا ومؤثر فيا قوي، ما عرفتش اعيط، كنت حاسه ان بابا خد كل الحزن او كل الدموع مش كل الحزن كل الدموع، لاني انا حزينه على الناس التانية برضو مش عارفه اقول ايه، بس مقصود بالفيديو ده معلش انا فيديوهاتي طويله، بس عايزين نتعلم حاجه، نتعلم الاحساس بالاخرين، نتعلم ان الكلمه الطيبه صدقه، نتعلم بلاش الودوده والوشوشه في الجنازات والسخافه وقله الادب، بلاش بلاش عشان في حاجات بتتقال انا نفسي بتقهرني وبتعذبني. تمام انا كنت واقفه في المقابر في الوقت ده بيدخلوها القبر وانا واقفه جنبها بعيد شويه كده، انا واحده جارتي ماسكه ايدي بتقول لي خلي انت ايديكي كده متلجه، انت كنتي خايفه؟ قلت لها لا انا ما كنتش خايفه انا كنت حزينه. تمام هي ما كانتش متخيله ان انا ممكن درجه حزني توصل لده، انا دخلت الجامع ما عرفتش اصلي عليها، انا صليت المغرب ما عرفتش اصلي صلاه الجنازه، وساعتها قررت ان انا عمري ما هدخل اصلي صلاه جنازه على حد لا غريب ولا قريب، لاني انا فعلا حسيت ان الدنيا بتخلص من حواليا، حاسه ان انا تعبانه قوي ومت خالص لما شفتها وهما بيشيلوها بيحطوها عشان يصلوا عليها، تعبت قوي قوي لدرجه بقيت اجري 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 بعزمه ما فيا ان انا مش قادره اقعد في الجامع مش قادره اصلي عليها، ازاي انا هصلي على الشخصه دي؟ تمام ومع ذلك في ناس اقرب ليها مني ما عملوش كده، مش معنى كده ان هم مش حزان، كل واحد بيستقبل الحزن بصفاته بمشاعره وبكيانه اللي ربنا خلقه، وكل انسان مختلف عن التاني في كل حاجه، سبحان الله حتى استقبال المرض كل بني ادم، يعني في مناعه ضعيفه وفي مناعه قويه، في استقبال سبحان الله يعني ممكن الانسان ياخد كلمه كانسر دي ان هو نزلت برد، وممكن حد ياخد كلمه كانسر دي خلاص ما دخلتش الطرق، اتشهدوا عليا. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، احنا اللي محتاجين نتغير، احنا اللي محتاجين معلش نرتقي باخلاقنا عشان احنا فعلا وصلنا لدرجه متدنيه من الاخلاق. ماشي ما بقاش فيه اخلاق ما بقاش فيه دين ما بقاش فيه حاجه خالص. تمام ونعلم ولادنا اللي ما عندهم احساس وما نحكمش على الناس بمجرد الشكل او الوش، لا تمام ده مقصودي من الفيديو. فمعلش انا طولت عليكم بس ان شاء الله ممكن حد حتى لو يعني حاجه بسيطه جدا كده يستفيد منها او يطبقها. يلا اشوفكم فيديو اخر، باي باي.